السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم. مرحبا بكم، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة رائعة جدا كتساعد على تبييض البشرة، إعطاء النضارة للبشرة. هذه الوصفة سهلة، مكون واحد فقط، وأكيد متوفر في كل بيت. الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر أبوني وتفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد الفيديوهات التي أضعها على القناة. ولا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام عالمك، سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو. وشكرا على تتبعكم وعلى وفائكم الدائم للقناة. المكون الذي سنحتاج في هذه الوصفة، سنحتاج إلى نشا، مكون واحد فقط. نشا هو دقيق الذرة أو دقيق الأرز أو دقيق القمح، يعني استعملوا أي واحد متوفر عندكم. النشا يوجد في المحلات التجارية التي تبيع مواد الحلويات، أو يوجد أيضا عند يعني لي سوبر مارشي أو لا المحلات التجارية الكبرى. سنحتاج فقط إلى ملعقة كبيرة من هذا المكون. النشا عنده فوائد كثيرة جدا، سواء للشعر، البشرة أو للجسم. يستعمل في العديد من الوصفات. إن سبق يعني شاهدتم فيديوهات الوصفات القديمة، استعمل فيها النشا كثرة، عنده فوائد عديدة جدا. أنصحكم باستعماله في جميع الوصفات الطبيعية، وإضافته أيضا على وصفات الطبيعية التي تستعملونها للبشرة أو للشعر أو للجسم. سنبدأ بطريقة تحضير هذه الوصفة، طريقة سهلة جدا. سنقوم بأخذ يعني كسرونة، سنضع فيها ملعقة من النشا، فقط ملعقة واحدة من النشا، ملعقة كبيرة مملوءة بهذا المقدار. بعد ذلك سنضيف إلى هذا المزيج كأس من الماء، كأس من الماء، كأس كبير من الماء. تلاحظون بهذا الشكل، وسأقوم بمزج هذين المكونين جيدا لغاية أن يذوب النشا مع الماء، يصبح عندنا محلول بهذا الشكل كما تلاحظون. بعد ذلك سأضع هذا المزيج فوق النار، سنضعه فقط لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق على الأكثر، فقط يسخن هذا المزيج قليلا. بعد ذلك نقوم بإزالته من فوق النار، وسأريكم قوامه بعد إزالته من فوق النار. بعد أن قمت بوضع هذا المزيج فوق النار، يعني كنقوم بالتحريك دون توقف إلى غاية أن يصبح الخليط بهذا الشكل. لتحصلوا على قوام بهذا الشكل، ضروري جدا استعمال كأس من الماء، كأس كبير من الماء، مع ملعقة أو مقدار 150 مللتر من الماء، مع مقدار ملعقة كبيرة مملوءة من النشا، والتحريك بالاستمرار فوق النار لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق حتى يصبح المزيج بهذا الشكل. الآن سنقوم بأخذ إناء، وسنضع فيه هذا المزيج. ما تلاحظون يعني قوامه ثقيل، وسنتركه إلى غاية أن يبرد. بعد ذلك سنمر إلى طريقة عمل هذه الوصفة. كما تلاحظون هذا قوام الخليط، وصفة كما تلاحظون سهلة الطريقة، تحضيرها سهلة جدا. بعد أن يبرد الخليط يصبح ثقيل كما تلاحظون بهذا الشكل. الآن سأشارك معكم طريقة تطبيق هذه الوصفة. يعني قبل وضع هذه الوصفة على البشرة، يجب تنظيف البشرة بصابون الذي تستعملون أو جل تستعملونه بشكل يومي على بشرتكم. يجب قبل وضع هذه الوصفة أن تكون البشرة نقية. يمكنكم استعمال الجل يعني المعتاد الذي تستعملونه، كما يمكنكم استعمال هذا الجيل الذي سبق وأن قدمته في القناة. طريقة تحضيره سهلة جدا، يعني أشارك معكم مقادير هذا الجيل. فقط فيه صابون مبشور، صابون طبيعي مبشور، وملعقة من جل الوافغة، وحبوب القهوة، والقليل من زيت أرغان، ويمكنكم إضافة يعني زيت جوز الهند أو أي زيت متوفر لديكم بدلهم،
وبعد ذلك نضيف كأس كبير من الماء المغلى على هذا المزيج ونتركه إلى غاية أن يبرد، وبعد ذلك نضعه في قنينة بهذا الشكل، يعني هو يجمد قليلا مع البرد لكن يمكنكم يعني ها هو يخرج بسرعة. بهذا الجل نقوم بغسل به البشرة. أولا نقوم بغسل البشرة بهذا الجل كما تلاحظون معي في حبيبات من القهوة، وينظف البشرة بشكل جيد. نقوم بتنظيف البشرة وفرك البشرة، هذا يعني جيل طبيعي في البيت فقط. سأترك لكم يعني رابط طريقة تحضير هذا الجيل في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. نقوم بفرك البشرة جيدا بهذا الشكل وتنظيفها بالماء. بعد أن نقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد، نقوم بتطبيق هذا المزيج الذي يصبح بهذا الشكل بعد أن يبرد. نقوم بتطبيقه على هذا الشكل على الوجه. يجب أن نضع طبقة سميكة من هذا المزيج على البشرة ونتركه إلى غاية أن يجف، يعني يجف بسرعة على البشرة هذا المزيج، نتركه إلى غاية أن يجف. بعد أن يجف نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ أولا وبعدها بالماء البارد. هذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة كما تلاحظون، فيها مكون واحد فقط سهل، مكون واحد فقط يعني سهل، وهذا المكون يعني النشا يناسب جميع أنواع البشرة ولا يضر بأي نوع من أنواع البشرة، حتى البشرة الحساسة يمكنهم استعمال هذه الوصفة. هذه الوصفة كما قلت يجب أن نستعملها بشكل يومي، ستبدأون بملاحظة الفرق من المرة الأولى من استعمال هذه الوصفة، لكن يجب استعمالها بشكل يومي والمداومة عليها لمدة أسبوع فقط. ستلاحظون تغيير جذري في بشرة الوجه، فعلا تغيير جذري في بشرة الوجه، أنصحكم بتجربتها. وصفة فعالة جدا في إزالة البتور، في إعطاء النضارة للبشرة، في إزالة التجاعيد أيضا، لأن هذا المزيج يعني بعد أن يجف على البشرة يساعد على إزالة التجاعيد من البشرة. نصيحة يعني بعد استعمال هذه الوصفة ضروري عمل، أو بعد استعمال أي وصفة طبيعية على الوجه ضروري استعمال سواء كريمات مرطبة للوجه، كريم مرطب للوجه، أو استعمال سيروم مرطب للوجه. بنصيحة بالنسبة للفتيات الذين يستعملن الزيوت للبشرة، ليست جميع الزيوت تناسب البشرة، يعني هناك زيوت لا تناسب البشرة وهناك زيوت يعني تناسب البشرة وتستعمل للبشرة، يعني هناك زيوت تناسب فقط الشعر وهناك زيوت تناسب فقط البشرة، يعني يجب التفرقة بين هذه الأنواع. إن شاء الله مستقبلا سأقدم لكم فيديو فيه الزيوت التي تناسب البشرة والزيوت التي تناسب الشعر إن شاء الله، وعد مني لكم. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة وأن تقوموا بتجربتها، وصفة سهلة وسريعة التحضير وأكيد ستعطيكم نتيجة، فقط عليكم تجربتها. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، لا تنسوا نشره ليستفيد منه الجميع، ولا تنسوا ترك تعليق على هذا الفيديو إذا عجبتكم الوصفة أو إذا قمتم بتجربتها. اتركوا لنا تعليق في تجربتكم لهذه الوصفة. شكرا على تتبعكم، إلى اللقاء وإلى فيديو قادم بإذن الله.